لمزيد من النقاش تنضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة الدكتورة نورهان الشيخ أستاذة العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتورة نورهان معنا في نشرة أخبار الاقتصاد. برأيك ما هي الأسباب التي جعلت روسيا تحقق زيادة في الاحتياطي النقدي على الرغم من العقوبات الاقتصادية؟ يعني الحقيقة هي مجموعة من الأسباب. السبب الأولاني أنه عائدات صادرات الطاقة الروسية لم تتأثر كثيرا. فأنتك عارفة أن عائدات الطاقة بتشكل ما لا يقل عن 55% من إجمالي الدخل الروسي. وده نتيجة عاملين. العامل الأول يعني ارتفاع الأسعار، وبالتالي الخفض اللي عملته روسيا لتقوية التنافسية بتاعتها لم يؤثر كثيرا على مجمل الحصيلة. الحاجة الثانية أنها استطاعت أنها يعني تجد أسواق بديلة. طبعا الصين والهند كانت سوق للطاقة الروسية، ولكن الصادرات الروسية إليها تضاعفت بشكل ملحوظ جدا، لأن هذه الدول يعني بتشتري طبعا لنفسها، بالذات في حالة الصين، لكن في حالة الهند ودول أخرى كانت بتشتري لنفسها وللبيع للغرب. يعني النفط الروسي بيباع في السوق الأمريكية، ولكن مش بشكل مباشر ولكن عبر وسيط، وبالتالي استطاعت أنها تجد أسواق بديلة. الأمر الثاني أن روسيا دولة مكتفية ذاتيا في معظم السلع الأساسية، بالذات الحبوب الطاقة، وده خلاها يعني إلى حد كبير تحتفظ بعملتها الصعبة، يعني لا تخرجها لاستيراد مواد غذائية أو طاقة أو خلافه. النقطة الحقيقة أيضا المهمة واللي ساعدت روسيا كثيرا مسألة التعامل بالعملات الوطنية. دشنت الحقيقة النظام مع عدد كبير من الدول زي الصين، زي الهند، تركيا، الحقيقة عدد كبير طبعا إلى جانب الدول الفضاء السوفيتي ودول أخرى. فده الحقيقة هذا النظام ساعد كثيرا برضو على الحد من تدفقات النقد الأجنبي للخارج، وأوجد نظام الحقيقة قوى من الروبل إلى حد كبير. كل العوامل دي الحقيقة ساعدت إلى حد كبير جدا أن روسيا الاقتصاد يظل متماسك، الروبل بيتحسن بشكل كبير، إلى جانب طبعا الزيادة في الاحتياطي الضغط. لكن يعني المتخصصون يرون انه الولايات المتحده الامريكيه والغرب استطاعوا ان يوجهوا ضربه موجعه لروسيا ولاقتصادها حينما وضعوا ايديهم واستطاعوا تجميد احتياطات الذهب واحتياطات النقد الاجنبي لروسيا المودعه بالخارج تحديدا، وهي كانت تقدر ب 643 مليار دولار. هذه الضربه الموجعه وتجاوز روسيا لها اذا استطعنا القول ذلك، هل تستطيع ان تصمد لوقت طويل؟ هو الحقيقة اللي كان خارج في الدول الغربية واللي حاولت الدول الغربية تجمده كان نصف هذا المبلغ، يعني 300 مليار دولار. طبعا ده مبلغ كبير، ولكن يظل هناك أيضا احتياطي ضخم متاح بالنسبة لروسيا. الأمر ليس بهذه السهولة، لأن طبعا في هذا أمر قانوني، كمان أمر يمس سمعة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لأنه هيخلي في إحجام من جانب الدول الأخرى أن تحط احتياطات نقدية بشكل أو بآخر في أيا كانت صورتها في هذه الدول، لأنه مع أي ظرف سياسي ممكن تتعرض للجمود. وأعتقد أنهم أدركوا هذا في فترة لاحقة لما بدأ ضخ السيولة تقل وضخ الأموال تقل باتجاه الولايات المتحدة والغرب. الحاجة الثانية الحقيقة هي الضربة لم تكن لروسيا فقط، هي كانت للعالم كله وللدول الأوروبية والولايات المتحدة قبل روسيا. يعني الحقيقة كان في تصريح في غاية الخطورة لوزيرة الخزانة الأمريكية، وده الحقيقة تصريح صادم، إنه الولايات المتحدة قد لا تستطيع سداد ديونها لأول مرة في التاريخ، وبتطالب طبعا برفع سقف الدين الأمريكي عشان تقدر الحكومة تسدد مديونيتها. هذا أمر في منتهى الخطورة. نعم دكتورة نورهان، في التقرير يعني لو مسألة السحب من المخزون النفطي، كل هذه أمور إلى جانب الأوضاع اللي احنا بنتابعها في أوروبا. فأعتقد أنه الاقتصاد العالمي أصبح يعني في درجة من الاعتماد المتبادل. على ذكر الاعتماد المتبادل تحديدا، أيضا من النقاط التي ربما تكون قد أثرت على روسيا هي اعتمادها على التكنولوجيا الغربية في أكثر من قطاع مؤثر في الاقتصاد الروسي. يعني التكنولوجيا بشكل عام، السيارات، الرقائق، الأدوية أيضا، وقطاع السيارات من القطاعات المهمة في الاقتصاد الروسي، ربما يعمل فيه بشكل مباشر ما يقرب من 400 ألف مواطن. هذا الإنتاج تأثر بشكل كبير بعد وقف أو العقوبات على الواردات الروسية. هل في ظل التوقعات يعني المتشائمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، ربما تكون توقعات أكثر إيجابية بشكل قليل إلى روسيا، هل تستطيع أن تتجاوز أيضا نقطة الخلل القطاعي، يعني الخلل في قطاع معين أكثر من غيره في العام المقبل؟
يعني حضرتك اشرت لنقطه مهمه هي التكنولوجي، ولكن الحقيقه في روسيا بدات شراكه تكنولوجيه مهمه مع الصين. يعني الحقيقه التكنولوجيا الصينيه بتقدم بدائل مهمه بما فيها طبعا الرقائق والشرع وغيرها من التكنولوجيات الحقيقه مهمه بالنسبه لروسيا. واعتقد انه الفتره القادمه هتبقى في دفع اكبر لفكره الشراكه الاستراتيجيه بالمعنى التكنولوجي ما بين البلدين. والحديث دلوقتي الحقيقه بيدور في روسيا وفي الصين وفي غيرها عن فكره السياده التكنولوجيه، بمعنى ان تمتلك الدوله كل مقوماتها التكنولوجيه اللازمه لدعم صناعتها بعيدا عن اي تاثير او اعتماد على دوله اخرى. شكرا جزيلا دكتوره نورهان الشيخ استاذه العلاقات الدوليه، كنت معنا من العاصمه المصريه القاهره.